السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأقدم لكم إن شاء الله طريقة تحضير الحليب المركز المحلى في البيت شبيه بالذي يوجد في المراكز التجارية. أتمنى أن تعجبكم الوصفة، تابعوا طريقة التحضير وشكرا على وفائكم للقناة، تابعوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى في البيت. هذه الطريقة طريقة سهلة كتمكننا من تحضير الحليب المحلى بطريقة بسيطة وبكمية كبيرة وبثمن أقل بالمقارنة مع الحليب المركز المحلى الذي نشتريه من المحلات. بالنسبة للمقادير التي نحتاج، أنا استعملت 250 مليلتر من الحليب، 150 غرام سكر سنيدة، عندي هنا ملعقة نصف ملعقة من خميرة الحلويات، يعني نصف ملعقة هي نصف علبة، مقدار 3.5 غرام من خميرة الحلويات، هنا عندنا ملعقة من النشا. التحضير، ناخذ الحليب نفرغه في هذا الإناء، نضيف عليه سكر سنيدة، نضيف نشا وخميرة الحلويات، نحرك الكل جيدا ثم سأضعه على النار لكي يغلي قليلا الحليب. كما كتلاحظوا معايا، بعد ما غلى الحليب وخليته تركته على نار مهيلة بدا كي حصول على خليط متجانس وثقيل شيئا ما، سأستمر بالتحريك نحصل على حليب مكثف محلى جاهز. في هذا هو شكل الحليب المركز المحلى من بعد ما وجد. كما تلاحظون نحصل على حليب مركز محلى شبيه بالذي يوجد في المحلات أو المراكز التجارية. أتمنى أن تعجبكم الوصفة، لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو، تتبعوني. Thank you.